شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف كما حصل في البضائع التي أتت من لبنان. الاحتمال له درجات، والأحكام لا تبنى على الظنون والأوهام. فإذا كان الاحتمال قائم على غلبة الظن، حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه. وجل الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما يغلب على ظن المكلف، أما مجرد خاطر خطر فهذا لا يجوز الانسياق والتجاوب معه، لأنه يؤدي إلى الوسوسة وإلى الأوهام. ما هو معنى المقصود من كلمة القرن؟ علما بأن السائر رجع إلى لسان العرب فرأى فيه وقيل القرن 100 سنة وجمعه قرون، وفي الحديث أنه مسح رأس غلام وقال عش قرنا فعاش 100 سنة، والقرن من الناس أهل زمان واحد. وماذا؟